أما عن المشاركة في الانتخابات فهي واجب وطني، وبالطبيعي جداً إن كلنا نشعر بواجبنا تجاه بلدنا. فكرة إن أنا أجي في يوم وليلة لأ أنا ناقصني كذا، الحاجات دي غالية عليا، أنا لأ، أنا كمان عليا واجب لازم أقوم بيه، مش فقط مطالبات واستحقاقات. كمان نقول شارك صاحب النيافة الأنبا أرمية في فعاليات المؤتمر اللي نظمته اتحاد الناشرين المصريين في إطار مبادرة انزل شارك، وذلك بمقر الاتحاد. نيافة الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أكد ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب نحو وطننا، وأوضح نيافة الأنبا أرمية أن كل شخص يختار بضميره من يصلح لإدارة واستكمال هذه المرحلة في البلاد. هنطلع نسمع كلمة من جانب لصاحب النيافة الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، وهنرجع نكمل مع حضراتكم. وانزل شارك. نحرص جميعا على اتفاق واحد في إجماع عام وحقيقي لنحفظ أمن وأمان واستقرار هذا الوطن. نصلي باستمرار أن يرشد الله الجميع إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ووحدانية هذا الشعب، وذلك لاستكمال إقامة دولة ديمقراطية مستقرة ومستمرة في التقدم والازدهار في كل المجالات، والتوسع الكبير في المساحة المستفاد بها في أرضنا. الحقيقة أن جيشنا المصري هو الأقوى في المنطقة والتاسع أو العاشر على مستوى العالم أجمع. هذا ليس نتاج إلا عمل مضني وسهر ليال طوال من رجال الأكفاء أخذوا على عاتقهم حماية هذا الوطن. فكل واحد منا يختار بضميره من يصلح لإدارة واستكمال هذه المرحلة. فمصر تعيش فترة حرجة نحتاج فيها لتحفيز الكل على أن يخرجوا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار رجل المرحلة، اختيار القائد الحقيقي الذي يصلح لكل المشاورات على مستوى كل قادة العالم. أؤكد وأشجع على الخروج والإدلاء بالصوت الانتخابي، لأن لكل مواطن حقوق وواجبات، وهذا واجبنا نحو وطننا. وهذا هو الشعار الموجود الذي أراه أمامي: نعم للمشاركة، خليك قد المسؤولية. فما نمر به يحتاج لقرارات مصيرية تتبعها قرارات أخرى متعددة، لأن حدود مصر ملتهبة من كل ناحية، ونرى أن مصر من الداخل تنعم بالأمان والاستقرار والسلام الاجتماعي بفضل يقظة وحراسة كل الجهات المسؤولة. فمشاركتنا مسؤولية أمام الله وأمام هذا الوطن الغالي مصر. نشترك بإخلاص من القلب لأجل مستقبل الوطن، ولكن كل يختار من يريد. هذه مسؤوليته أمام الله. نصلي لكي يقود الله مصيرتنا الوطنية، ونفرح برجل نبيل
تعب من أجل هذا الوطن ويتعب من أجله ساهرا ليل نهار من أجل مصر وشعبها. حفظ الله مصر وصانها من كل شر، وأشكركم جميعا لحسن استماعكم. خلينا أقول لحضراتكم أبرز ما جاء في كلمة صاحب النيابة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في كلمته لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات. مصر تعيش فترة حرجة تحتاج فيها إلى تحفيز الكل على أن يخرجوا إلى الانتخابات الرئاسية لاختيار رجل المرحلة واختيار القائد الحقيقي الذي يصلح لكل المشاورات على مستوى كل قادة العالم. أؤكد وأشجع على الخروج والإدلاء بالصوت الانتخابي لكل مواطن حقوق وواجبات، وهذا واجبنا نحو وطننا. نصلي لكي يقود الله مسيرتنا الوطنية، ونفرح برجل أمين تعب من أجل هذا الوطن ويتعب من أجله ساهرا ليلا نهار. نحرص جميعا على اتفاق واحد في إجماع عام وحقيقي لحفظ أمن وأمان واستقرار الوطن. كل واحد منا يختار بضميره من يصلح لإدارة واستكمال هذه المرحلة. كما أكد صاحب النيافة، مشاركتنا مسؤولية أمام الله وأمام هذا الوطن الغالي. كمان استكمل صاحب النيافة الأنبا أرميا في كلماته للمشاركة والحث على الانتخابات المعارضة تعبير سياسي، ووجوده شرط للديمقراطية ويجب أن تكون واقعا ملموسا وليست مجرد شعار. ما نمر به يحتاج قرارا، قرارات مصيرية تتبعها قرارات أخرى متعددة، لأن حدود مصر ملتهبة من كل ناحية. مصر من الداخل تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي بفضل يقظة وحراسة كل المسؤولين والجهات والمسؤولين. جيشنا المصري هو الأقوى في المنطقة، وهو التاسع أو العاشر على مستوى العالم، وهذا ليس نتاج إلا عمل مضني وسهر ليالي طوال من رجال أكفاء أخذوا على عاتقهم حماية الوطن. هذه كانت جزء أو ما أبرز ما جاء في كلمة صاحب النيافة الأنبا أرميا في التشجيع المواطنين على نزول الانتخابات.